سلام. فيديو اليوم بيحكي عن الفقر. الفقر ما هو عيب، العيب دائما في العقول الفقيرة، إنما الفقر عز لبعض الناس أكثر من غيرهم. ما تنسونا من لايك والمتابعة. بسم الله نبدأ القصة. تقول صاحبة القصة: أنا كنت وكيلة في أحد مدارس الثانوية، مدرسة خاصة للبنات. البنات الله يهديهم ويهدينا جميعا، مراهقة وطيش، كل وحدة تفكر نفسها كبيرة ما لازم ترد على الإداريات والوكيلة. بعض البنات الغير ملتزمات بالقانون كانت تجي المدرسة ومعها الموبايل تشوف حالها فيه أمام زميلاتها، تتصور معاهم، تصور نفسها. البعض يدخل الميك أب تتزين في الفسحة، والبعض يدخل الكتب ممنوعة، يعني مدارس البنات كلها مشاكل وقصص ما بتنتهي. اجتمعت فينا وابتدت تحكي بحرقة قلب على الشيء يلي تشوفه من البنات. جلست تكلمنا: المدرسة هي مكان للتعليم والتربية، المدرسة ما هي مكان للمسخرة يلي بتجيبها معاها البنات، ولازم نحط لهم حد على هذا الشيء، بالأخص بعد الفيديو لأحد المعلمات في الصف تم نشره على الانستغرام وهي تعطي الدرس. لكن البنت الشريرة هاي غيرت صوت المعلمة وحطت صوت كلب بيعوي، ما حد عرف مين هي صاحبتها الحساب. لكن الناظرة لما عرفت وشافت الفيديو فارت زي البركان وأقسمت تحط حد لكل البنات في المدرسة. شكلت الناظرة لجنة من مجموعة وأنا موجودة فيهم، وقالت: بدي منكم تفتشوا صفوف البنات تفتيش كامل، تفتشوا داخل دروجهم، داخل الكتب، داخل الشناتي، بدي تفتيش كامل داخل جيوبهم حتى نوقف هذا الأمر عند حده. ولازم البنات يعرفوا انه دائما في تفتيش دائم حتى ما يتمادوا بهذا الشيء. وفعلا بعد يومين قررنا ندخل صف صف نفتشه ونفاجئ البنات، حتى ان الناظرة لغت الفسحة الاولى لنفتش المدرسة كاملة اول حصتين. طلعنا انا واربعة من الاداريات وبعض المدرسات، كلمنا كل المدرسات ما تسمح لها اي طالبة تخرج من صفها، لاني ممكن تشوفنا عم نفتش، تخبر اصدقائها، ممكن يكون معاها أي شيء ممنوع تتخلص منه. بدنا نفتش الصفوف كلياتها، والحمد لله رب العالمين قدرنا نصيد بعض البنات يلي معاهم الممنوعات، يلي جايبة معاها موبايل. فورا كنا نفتح حسابها على الانستغرام لنعرف إن كان نفس الحساب يلي انتشر منه الفيديو، يلي جايبة معاها ميك أب. لكن هدول البنات بناتنا ما نريد نأذيهم. كانت الناظرة منبهتنا ناخدهم فورا لمكتبها تعاقبهم وتحكي مع أمهاتهم. تقريبا خلصنا المدرسة كلها إلا صفين، وكل صف حصلت فيه قصة مختلفة عن التاني، قصة بتوجع القلب وقصة تانية توقف شعر الراس بكل معنى الكلمة. تقول الوكيلة: دخلنا الصف وأنا تعبت من كتر ما فتشت، وقفت على الباب وكلمت المدرسة والإداريات يفتشون، والبنات كلهم يحطوا إيديهم أمامهم حتى ما يخبوا أي شيء. بعض البنات كانوا أثناء دخولنا كانوا يعترضوا على هذا الأمر، يتهاوشوا، لكننا كنا حازمين جدا بموضوع التفتيش. طلع بنت معاها كل شيء ممنوع في المدرسة من ميك أب، كتب شعر، موبايل. أخذناها فورا لمكتب الناظرة، كنا على أمل أني تكون هي صاحبة الحساب. أخذت أنا موبايلها وجلست أفتشه، يا ريتني ما فتحته من الأصل. طلعت البنت هي مصورة كل المدرسات بدون الحجاب وعاملة مونتاج على كل الفيديوهات بحيث ما يبين في أي صف تم تصوير الفيديو، ومغيرة الصوت حتى الناظرة ما سلمت منها، مصورتها وهي تمشي وحتى صوت أحد الحيوانات ما بقدر أحكي. يعني الفيديوهات كلها تقهر القلب بكل معنى الكلمة. كلمت الناظرة أمها وفصلتها من المدرسة 3 أشهر مع حرمان من الامتحانات، يعني رسبتها في السنة وبتستاهل على هذا الشيء يلي عملته. ورحنا وكملنا مع الإداريات التفتيش آخر صف. وقفت على باب الصف براقب البنات والإداريات يفتشون. لاحظت أحد البنات وهي طالبة متفوقة دراسيا وذكية، رغم أنها كانت دائما منطوية على نفسها وما تختلط مع البنات كتير. كنت أعرف أني هاي البنت أثناء وقت الصلاة من أول البنات لما يخلصوا حصتهم يتجهوا فورا للمسجد وتصلي. أخلاقها في قمة الأدب، يعني البنت ما لها أي شغل بأي شيء، فقط بدراستها.
لكن انتبهت عليها، كانت كل ما يقرب تفتيش أكثر كانت تطلع عليهم بطرف عينها نظرة خوف وقلق، وهي ماسكة شنطتها بقوة. لما يقربوا عليها اللجنة سألوها: شوفي داخل الشنطة، لازم نفتشها. مسكت شنطتها وقالت: ما في أي شيء ممنوع. قالوها: لكن لازم نفتش الشنطة تبعيتك. جلست تبكي وتصرخ وتحلف: والله ما في أي شيء ممنوع داخل الشنطة، بس أنا ما بقدر أفتحها، ما بقدر أعطيكم إياها. كنا كلنا بحالة ذهول وصدمة من هي البنت. اتدخلت أنا: ممكن أقدر أفتح الشنطة. لكن صار الوضع صمت شديد، كل عيون البنات في الصف تنظر لهالبنت المسكينة. الكل كان يفكر: هاي البنت هادية ملتزمة، يعني مستحيل يكون معها أي شيء. لذلك أخذت البنت إلى مكتب الناظرة وهي ماسكة شنطتها بقوة مو راضية تتركها. كنا أنا والإداريات ماشيين حول البنت كأننا حراسة حتى ما تقدر ترمي أي شيء من شنطتها. دخلنا المكتب الناظرة والبنت عيونها كلها دموع. الناظرة تعرف أن هاي البنت متفوقة، مستحيل يكون معها أي شيء ممنوع، لكن لازم نتأكد. أخرجت الناظرة كل الإداريات والبنات من المكتب، بقينا نحن بس الناظرة وأنا وإدارة هي واحدة والبنت. قربت الناظرة من البنت، قالت لها: يا بنتي جلسي وارتاحي، حتى أنها أعطتها مي حتى تشرب. جلست البنت وقالت لها: يا بنتي أنا بعرفك، أنت متفوقة مهذبة، مالك بحركات البنات الطايشات. يا بنتي لو سمحتي، إذا ممكن شوفي داخل شنطتك، ممكن أقدر أساعدك بهذا الموضوع. بالفعل هون ينطبق على الناظرة دور الأم المعلمة، ما أخذتها بعصبية ولا ضرب مثل غيرها من الناظرات والمعلمات، لكن عطتها شوية حنية وحب لحتى البنت ترتاح نفسيتها. مرت ثواني عصيبة، بعدها فتحت البنت شنطتها وابتدت تطلع. يا جماعة أحسن الظن بالله، كلنا كنا متوقعين يكون معاها ممنوعات، لكن الصدمة. طلعت البنت بقايا ساندويش، خبز، عصير، بقايا بسكوت، كل شيء موجود في الشنطة طلعتها. ونحن كنا بحالة من الذهول. سألتها الناظرة: يا بنتي كل هاد يلي سويتيه، بالنهاية معاكي بقايا ساندويش، شو قصتهم هالخبز والساندويش؟ تقول الوكيلة: أخذت البنت تنهيدة ودموعها تنزل من عيونها، قالت: بقايا طعام الطالبات، كانوا الطالبات أثناء الفسحة، يلي تخلي نص سندويشة نصف بسكوتة تتركها، أنا كنت أخذ السندويش وأجمعها بشنطتي، البعض منها كنت أفطر منها لأني ما معي مصروف، واللي بيبقى كنت أودي لأمي وإخواني في البيت، إخواني كانوا يأكلون على الغداء لأني والدي ميت. تقول البنت: نحن من أسرة فقيرة معدومة، ليس لنا أحد ولا أحد بيسأل علينا، مالنا غير الله سبحانه وتعالى، هو يلي تولينا برحمته وعطفه. أنا ما فتحت الشنطة هاي أمام الطالبات حتى ما يشوفوا شو فيها، كنت رح صير سيرتي على لسان كل الطالبات والكل يحكي عني، ممكن أترك الدراسة من بعدها. أنا أستميحكم عذرا على سوء أدبي. قالت الوكيلة: والله كلنا انفجرنا من البكاء، كلنا أصبنا بالقشعريرة على هذا الموقف يلي صار. قالوا لها: أنت سامحينا، نحن يلي كنا رح نفضحك أمام الطالبات. مسكتها الناظرة وضمتها بقوة: سامحينا يا بنتي، نحن يلي لازم نقولك سامحينا مو أنت. تقول الوكيلة: الحمد والفضل لله، البنت هاي وعائلتها ما عادوا محتاجين لأي أحد، اتفقنا كلياتنا الناظرة والإداريات يلي منقدر عليه نعطيه لأم البنت مباشرة. وهيك انتهت قصتنا اليوم. بحب لكم الفقر ما هو عيب، الفقر فقر العقل للمعرفة والعلم. في كتير بنات حالتهم المادية معدومة لكنهم من المتفوقات دراسيا ومؤدبات، وفي كتير بنات حالتهم المادية ميسورة وعندهم دروس خاصة لكن بالنهاية دراستهم ضعيفة. بالنهاية بتمنى تحطوا لايك وشير